سؤال ديني. نعم. هل ينطبق على الطعام ما ينطبق، أو هل ينطبق الحكم على الشراب كالطعام من حيث الجلوس أو القيام أو الارتكاء أو غيره؟ تريد أن تقول هل ينطبق على الطعام أحكام الشرب من قيام مثلا؟ نعم. ونحو ذلك. أقول ليس هناك نص في النهي عن الأكل قياما كما جاء النص في النهي أو بالنهي عن الشرب قائما، ولكن هناك أثر وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما حدث من كان حوله في المجلس بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب قائما، قال له قائل: أرأيت الأكل؟ قال: هو شر. قال: هو شر. هذا الصحابي أقول هنا ينبغي أن نتبعه، لأنه لا يوجد لدينا شيء نخالفه به، لكن مع التفريق بين الأكل قائما وبين الأكل ماشيا، فالأكل ماشيا يجوز لأنه جاء النص الصريح أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأكل من قيام فليس فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سلبا ولا إيجابا، وإنما عندنا هذا الأثر الصحيح عن أنس بن مالك وبه نعمل، يضاف إلى ذلك شيء آخر. الشيء الآخر هو ربما لاحظ بعضكم في هذا العصر أنه صار من موضة الكفار أن يأكلوا قياما، والكراسي موجودة لكنهم لا يجلسون عليها استكبار، حينئذ يزداد الحكم السابق قوة. أيوة. فنقول نحن ما أثر أنس لأن أنسا يعلم ما لا نعلم، ولأن الكفار اليوم والذين يتشبهون بهم من المسلمين يأكلون قياما فنحن نخالفهم.